صحفت لكم مشاهدينا الكرام، حلقتنا لنا اليوم من برنامج الكاميرا الخفية الأشعلية تأتيكم من الحراش وبالضبط من محلات بيطريز. حيشاركني في هذا المقلب حسام. تبعوا معنا. خويا تعاوني فيه، الله يسترك، ندخلوه لداخل. خويا 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 صاحبي يرحم الشيخ، ظهري يوجع، ندخلوه برك، ندخلوه هذا. خويا 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 صاحبي صاحبي عاوني في هذا، ندخلوه هذا هذا ندخلوه. صاحبي تعاوني نطبعوه لداخل، ظهري يوجع. عمي تعاوني ظهري يوجع، الا تعاوني فيه ندخلوه لداخل، نطبعوه شويه لداخل. هذا خلعت هاي كاميرا. هاي خوتي تعاونوني، هذا هذا يا تعاوني فيه خويا، تعاوني. هذاك ما قدرتش ندخلو، ظهري وجعني، رفدتهم قبيله ظهري وجعني. هذا صاحبي يرحم الشيخ تعاوني، عبك ظهري لارني قتلني. هذا ندخلوه ندميوه لداخل. خوتي يرحم الشيخ، صاحبي عاوني الله يرضى عليك، ندخل دنيوه لله، الله يحفظك. دنا دنا اخرج له اخرج له. تعاوني فيه، الله يحفظك، الله ينورك، عبك الظهر لا يرني يحكم مني. فصغر فصغر هدايا. انا نفد لك خوتي يا خو، عاوني من في الصغار، عاوني ندنيوه. علاش وراه هذا هذا كره هذا صولا 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 يرحم الشيخ حبيبي، عاوني فيه ظهري قتلني يا في الكبير في الكبير الكبير. خوتي واحد فيكم يرفد معايا الصغير هذايا وانا نرفد الكبير باش ندخلهم دمي لله. الله يسترك، عاوني في المانكابر، ندخلوه لداخل ندخلوه لداخل. هاو شد مليح. في حلقتنا لنا اليوم الكاميرا الخفية الأشعلية راح نشوفوا ردة فعل المواطن الجزائري كي تروح تصوره بالتليفون بلا ما تدي الإذن تاعو. تابعوا معنا. هات صور فيها يا كيفاش؟ هات صور فيها وريك تليفون. دقيقة تليفون يا اصبر اصبر، اعطيني تليفون يا دقيقة دقيقة نسيت، اعطيني تليفون ولا غير دقيقة. علاش تصور فيه يا؟ ما تصورتوش ما صورتوش. تصور فيه يا خو، شتك انا نشوف يا خو، انا كنت موراه. بصح اصبر انت شتني بلي صورتو، شفت الكاميرا شفت تليفون ها؟ كنت نصور هكا في خلق الله ماشي فيه. ما تصورش يا خو، وريك شو تليفون. اصبر نصور خلق الله يا، ما تصورنيش يا خو، ما تصورنيش يا، وري تليفون. بصح جبت تليفون يا خو، اعطينا تليفون يا خو. دقيقة دوك نعطيك تليفون. اعطيني تليفون. معليش اني ما صورتك انت، صورتك انت. علاش شوف معاه هضر معاه. ما انا نصور. ايه نقعدوا نتصوروا. يا خو فوزي. نقعدوا نتصوروا، انا تنصور. تحبوها بس مع الاول ما
ما صورتكش انت قاعد ترجل زعما كونكوازر. لا غير ساعه ما صورتكش يا خويا. تجي دخل في روح ادخل يا اذا فاسي تاعي فاسي تاعي فاسي ام فاسي 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 ما فاسيش ودك شو وين دايرك؟ اه يا ريك تاع شنو وين صح عندو تيك توك ولا شي؟ انا ما عنديش تيك توك انا عندي انستغرام طالع خويا ما تعرفش اصلي طاقين ما عندكم كاميرا كاشي هاي ليك وهاي لي بكاين خو اش قلت لي؟ ما قلت لك والو صافي. نعم؟ انا استغفر الله ينعم عليك. ها تستغفر؟ نعم عليك. ربي يعاونك. والله ما سمعتك. الكاميرا صافي. شنو تفلوقي فيا خو؟ ها؟ واش تربي فيا؟ شنو صاحبك ما كانش تربي فيا؟ هما راني نصور صور صور عجبتني الجنينه العباد اللي هم قاعدين في الجنينه شبي العباد ما شاء الله شبي فلور يا ابو العباد شوف ما تحبش اللي يصورك؟ نعم ما تحبش اللي يصورك؟ ايه بصح يا خو اللي يصورني يكون على بالي بلي يصور ما على باليش يكون يا خو بو ما عندناش حضاره تاع فوتوات في الجزائر من الاخر كاش شغل ما يحبوش كيفاش؟ ما يحبوش كي تصورهم هكا اه كاين الناس ما تحبش حبيبي بيان نصورك انت دوكا نصورك معليش انت سالفي كيف كيف انا خويا لا لا نصورك وحدك صورني نورمال خليها سيبوني لعندك خويا انا نشوف كاميرا كاشي عليها نصورك اتصور ها؟ اتصور والله ما سمعتك قلت لي مين نصور؟ وين سويت لك تصور تصور فيها؟ صور الجزائر والناس شنو الناس؟ قلت لك ماشي لو الناس راني نصور في الناس دقيقه نصورك صافي كي كتبت لي وين الناس نصورك صح تقولي على وجه البيت كيفاش وجه البيت تشوفي على وجه البيت ما خليها في التليفون با تخافي با دير بيا بيبليسيتي ماشي بيبليسيتي ماشي بيبليسيتي ماشي بيبليسيتي يعطيك الصحة يا عمي صور 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 تصورني باش نروح دوكا راك حايب نصورك سبحان الله كاع يحبوا يتصوروا شوف روحك في النهار درنا الكاميرا كاشي يلا نصور هنا هاي ليك هاي ليك هاو ليك لو قاعد ليه ويصور دقيقة دقيقة عمو دقيقة دقيقة صورك معليش دقيقة نزيد لك وحدة نزيد لك وحدة نعم شو عدير بيها كيفاش؟ شو عدير بيها؟ لا صورت برك أنا نحب نصور هكا الغاشي الله يسهل شو نديرو بي عندك أني نقصر عمو كاميرا كاشي